الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، نشرة الأخبار مع جلال إبراهيم. وفي عناوين الرئيسية لهذه الليلة: وحدات من الجيش تستعيد السيطرة على مدرسة الحكمة غرب المشروع 1070 السكني وتتقدم في بلدة منيان بحلب. روسيا تأمل التعاون وطهران تطالب الالتزام بالاتفاقات الدولية. دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. وإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة جنوب مدينة نابلس بحجة قيامه بمحاولة طعن. حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة الرئيسية. استعادت وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء السيطرة على مدرسة الحكمة غرب المشروع 1070 السكني غربي الكليات العسكرية بحلب. وأكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش تتابع تقدمها وملاحقة فلول الإرهابيين على اتجاه الراشدين 4، موقعة العشرات من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين. مراسل الإخبارية أحمد صادق والتفاصيل. رجال الله رجال الجيش العربي السوري داخل مدرسة الحكمة غربي حلب المطلة تماما على منطقة 1070 والمطلة تماما على حي الراشدين. نحن هنا مع رجال الله رجال الجيش العربي السوري بعد أن سيطروا الكامل على محيط منطقة الحكمة وشركة الكهرباء وال1070. العمليات العسكرية مستمرة باتجاه ضاحية الأسد امتدادا للريف الغربي لمدينة حلب. بعد وضع خطة من قبل قائد المعركة تم السيطرة على تل الرخم، ومن ثم تم تطوير الهجوم بالخطة الموضوعة من قبل قائد المعركة، وتم السيطرة بالكامل على 1070، ومن ثم تم تطوير الهجوم للسيطرة الكاملة أيضا على مدرسة الحكمة وقطع طرق الإمداد وسحق الإرهابيين الكانوا المتحصنين بال1070 سحق كامل. خسائر عند العدو كبير كثير كثير، دبابات في عربات الحمد لله كلها اغتنمناها منهم، والمفخخات تم تفكيكها. نحن الجيش العربي السوري داخل مدرسة الحكمة الآن والمزارع المحيطة حواليها تم السيطرة عليها بعملية نوعية، وبإذن الله سوف نكمل ونحرر كامل أرض حلب. متابعين الجيش العربي السوري استهدف تلك المصفحة التي حاولت الاقتراب من نقاط الجيش العربي السوري بمنطقة 1070، كما تشاهدون تم استهدافها بصاروخ موجه من قبل رجال الله رجال الجيش العربي السوري، وتلك المصفحة كانت تحوي على مواد متفجرة مفخخة، ولكنها قبل وصولها إلى نقاط الجيش أيضا تم استهدافها وتفجيرها. انتصار تلو انتصار حققه الجيش العربي السوري غربي حلب، ويسحق المجموعات الإرهابية المسلحة ويستمر بالتقدم إلى منطقة خان العسل والمناطق المحيطة بها. أحمد صادق للإخبارية السورية من داخل مدرسة الحكمة. وفي منيان غرب حلب أيضا يواصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية مكبدا الإرهابيين خسائر كبيرة. مراسل الإخبارية وليد هنايا والتفاصيل.
إذا مشاهدة الإخبارية السورية، هنا خطوط التماس المباشرة مع نقاط العدو داخل الأجزاء التي تقدمت إليها وحدات الجيش العربي السوري في بلدة منيان الملاصقة لمنطقة حلب الجديدة من الجهة الشرقية. لنرى عدسة الإخبارية السورية في البداية تنتقل إلى عمق الصورة وبالتحديد نقاط العدو في هذا المحور. الجيش العربي السوري اتبع عمليات عسكرية بحتة تقدم من خلالها وسيطر على عدد من الكتل في هذه البلدة، لا سيما بأنها نشاهد عبر شاشة الإخبارية السورية واقع أبنية سكنية الدخول إليها يشهد صعوبة قليلة، ولكن كل ذلك يكون سهلا أمام قوات الجيش العربي السوري التي تقدمت وتسللت مع كثافة نارية بحتة أتت باتجاه معاقل الإرهابيين، عناصر تابعة لجيش الفتح وغيرها من الفصائل المنضوية تحت رأياتها. بلدة منيان تحد من الجهة الشمالية، منها البحوث العلمية والملاصقة للمنصورة، والجهة الغربية منها منطقة أو قرية خان العسل الملاصقة مباشرة لمنطقة المنصورة، وأيضا الجهة الجنوبية منها ضاحية الأسد. هذه النقاط التي تقدمت إليها وحدات الجيش العربي السوري في ظل التقدم عبر محور آخر من قبل قوات الجيش عبر محور الحكمة، والتقدم باتجاه الراشدين الرابع، وبالتالي يكون الجيش العربي السوري قد تقدم وأحرز التقدم الملحوظ عبر المحور الآخر. نحن هون ببداية منيان، امبارح اقتحمنا مدخل منيان مجموعة من الأبنية سبتنا فيها، أخذنا المدرسة والمزارع على اليمين، وإن شاء الله اليوم التقدم بده يكون أكبر إن شاء الله. إن شاء الله منصورين. لم تكتفي قواتنا المسلحة بالسيطرة على عدد أجزاء من بلدة منيان، بل تعمد أيضا بالتوغل والسيطرة على أجزاء أكبر لتأمين كامل الأحياء الغربية من مدينة حلب. وليد هناي، الإخبارية السورية من بلدة منيان غربي حلب. ميدانيا أيضا استهدف الجيش العربي السوري مقر وتحركات تنظيم داعش الإرهابي بضربات الطيران ورمايات المدفعية ونيران الدبابات في جبل الثردة وعلى الساتر الشرقي لمطار دير الزور، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش ثقيل ومدفعي هاون، كما تم القضاء على 9 إرهابيين في حي العرفي. وفي دير الزور أيضا رصد مراسل الإخبارية أحمد الحمدوش المشهد الميداني لعمليات الجيش العربي السوري انطلاقا من فندق فرات الشام الذي استعاد الجيش السيطرة عليه سابقا. طبعا كاميرا اخباريه السوريه متواجده في فندق فرات الشام، هذه النقطه الاخيره لرجال الجيش العربي السوري. طبعا هذه النقطه تعتبر من النقاط الاستراتيجيه لرجال الجيش العربي السوري كونها تشرف على مناطق في عمق مسلح تنظيم داعش ارهابي، من هنا يتم رصد تحركات عناصر تنظيم داعش ارهابي والتعامل معهم بكافه الوسائط الناريه. طبعا هذه النقطه نتيجه ارتفاعها واشرافها على العمق الداخلي لعناصر تنظيم داعش ارهابي، فهي تعتبر من النقاط الاستراتيجية لدى رجال الجيش العربي السوري. هذا هو البهو العائد لفندق فرات الشام، هنا تسلل عدد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وتم قتلهم في هذا المكان تماما. طبعا نشاهد الدمار الهائل الذي في المكان نتيجة المعارك الشرسة والهجمات التي شنها عناصر تنظيم داعش الإرهابي من خلال المفخخات. نحن في الخط الأول في مدينة دير الزور في فندق فرات الشام، نقوم برصد حركات تنظيم الداعش الإرهابي والتعامل معه والتصدي لها بكافة الوسائط الممكنة. نحن رصدنا ليلي نهاري في سبيل منع أي عنصر مسلح من التقدم أو محاولة التقدم أو محاولة الاعتداء على أي نقطة من نقاط الجيش أو المدنيين الأمنيين. طبعا هذا هو جسر السياسية الذي استهدفه طيران التحالف الأمريكي وكان يستهدف البنى التحتية في مدينة دير الزور. من فندق فرات الشام في دير الزور للإخبارية السورية أحمد الحمدوش.
أحبط الجيش العربي السوري هجوم الإرهابيين على قرية حضر بريف القنيطرة، وكان استشهد شخص وأصيب آخر جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي برصاص الرشاشات الثقيلة والقنص على أهالي قرية حضر بالقنيطرة، وذلك بالتزامن مع اعتداء استهدف خلاله الاحتلال الإسرائيلي أحد المواقع في تل الشعار بريف القنيطرة دون وقوع إصابات. مرة أخرى يكشف العدو الصهيوني عن مدى دعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا وخاصة في القنيطرة، وذلك من خلال تقديمه الدعم الناري المباشر إضافة إلى الدعم اللوجستي والاستطلاعي، حيث قام العدو الصهيوني بالاعتداء على أحد المواقع العسكرية للجيش العربي السوري بالتزامن مع اعتداءات الإرهابيين على عدد من النقاط العسكرية في ريف القنيطرة الشمالي. وحدات الجيش العربي السوري أحبطت محاولات الإرهابيين الذين حاولوا مدعومين من العدو الصهيوني التسلل للمواقع العسكرية، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. قمنا قوات الجيش العربي السوري بالتصدي لمحاولة تسلل إرهابي بنقاط الجيش العربي السوري، اشتبكنا معهم على مسافات قريبة لا تتجاوز 50 إلى 100 متر، كبدنا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، والحمد لله للأمور تمام، والشباب ثابتين صامدين، وبإذن الله رح نكفي عباقي النقاط كلها بالقنيطرة. انتصار تلو انتصار يحققه الجيش العربي السوري في معاركه ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها. هذا وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان: ارتكب طيران العدو الإسرائيلي ظهر اليوم اعتداء سافرا على أحد المواقع العسكرية في ريف القنيطرة، ما أدى إلى تدمير مدفع وإعطاب آخر. يأتي هذا الاعتداء بعد نجاح وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية في إحباط الهجوم الواسع الذي قامت به جبهة النصرة الإرهابية صباح اليوم على اتجاه بلدة حضر ومحيطها في ريف القنيطرة، وتكبيد الإرهابيين عشرات القتلى وخسائر فادحة في السلاح والعتاد في محاولة لرفع معنوياتهم المنهارة والتغطية على فرارهم من أرض المعركة. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد عزمها على مواصلة الحرب على أدوات إسرائيل الإرهابية من داعش وجبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها، وتحذر من العواقب لتكرار مثل هذا الاعتداء. دمشق، 9 من تشرين الثاني لعام 2016. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. ارتكب طيران ما يسمى التحالف الدولي بقيادة واشنطن مجزرة جديدة بحق السوريين، راح ضحيتها أكثر من 16 مدنيا في قرية الهيشة بريف الرقة الشمالي. وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أفادت بأن طائرات تابعة لما يسمى التحالف الدولي شنت غارة جوية على قرية الهيشة شمال مدينة الرقة بنحو 40 كيلومترا، أدت إلى استشهاد 16 شخصا بينهم طفل ووقوع جرحى بين أهالي القرية. وبينت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات حرجة بين المواطنين الجرحى، إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في المنازل السكنية والبنى التحتية داخل القرية. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على الموقف الرسمي بأن حل الأزمة في سوريا سياسي فقط، وأن بلاده تقف إلى جانب الدول المعنية التي تسهم في إجراء الحوار السوري السوري. وقال بوتين في كلمة له أثناء مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى موسكو إنه لا يمكن إنهاء الأزمة في سوريا وضمان عودة المهجرين إلى ديارهم وتعمير الاقتصاد إلا عبر الحوار السياسي، موضحا أن هذه هي المبادئ التي تسترشد بها موسكو لحل الأزمة في سوريا. كما جدد الرئيس الروسي دعوته إلى تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز المبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية.
بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد، بحث الموقف العسكري والسياسي والإنساني في سوريا. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الجانب الروسي أكد خلال اللقاء تأييد إصرار حكومة الجمهورية العربية السورية على القضاء على بؤرة الإرهاب في الأرض السورية، وركز على ضرورة تفعيل الجهود السياسية للإسراع في إحراز وفاق مدني في سوريا. رأت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو أن فوز دونالد ترامب بمنصب الرئيس الأمريكي يدل على خيبة أمل الناخبين الأمريكيين من السياسة الداخلية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، مضيفة أن الأمريكيين ينتظرون تغييرات جدية من الرئيس الجديد الذي جاء فوزه مفاجئا للكثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكان ترامب فاز في الانتخابات الأمريكية وأصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. الجمهوري ترامب يفوز على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس 45 للولايات المتحدة، حيث حصل على 276 صوتا مقابل 218 صوتا لكلينتون. ترامب تعهد في خطاب الفوز أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين وسيعمل من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة مع كل دول العالم. لقد حان الوقت لنتحد، أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين، أقول للمجتمع الدولي سنتعامل مع الجميع وسنبحث عن كل ما يجمعنا ويوحدنا وسنضع المصلحة الأمريكية أولا. ووسط دعوات للتعاون من أجل حل القضايا والأزمات الدولية، توالت ردود الأفعال العالمية المختلفة على فوز ترامب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ ترامب وأمل بالعمل المشترك من أجل إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من حالة الأزمة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أنه يتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يدرك جيدا حقائق العالم اليوم وأن تتلائم سياسته مع هذه الحقائق، مشيرا إلى أن إيران وأمريكا ليس لديهما علاقات سياسية، إلا أنه من المهم بالنسبة لطهران هو التزام الرئيس الأمريكي الجديد بتعهداته بالاتفاق النووي الموقع مع السداسية الدولية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ قال في تصريح صحفي له إن بلاده ستعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد لضمان تطور منتظم وقوي للعلاقات الثنائية. والمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق. مرحبا بك أستاذ. مساء الخير لك ولك المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية قبل أن ننتقل إلى الحديث عن آخر التطورات وآخرها فوز الرئيس الأمريكي، سينضم إلينا الآن عبر الهاتف عبر الأقمار الصناعية مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. أنس مرحبا بك. نعم تحية لك. أهلا بك أنس. أنس لو توضعنا في آخر التطورات الميدانية في حلب اليوم، عمليات مهمة للجيش العربي السوري، البارحة كان سيطرة على مشروع 1070 واليوم أيضا على مدرسة الحكمة، تفضل. نعم، السيطرة على مدرسة الحكمة أعطت للجيش العربي السوري كون هذه المدرسة تقع على تلة إشراف ناري جديد باتجاه الراشدين الرابعة والخامسة، إضافة أيضا إلى الإشراف الذي جاء من عبر بوابة التلال التي سيطرت عليها قوات الجيش العربي السوري الرخم والرحبة ومؤتة لتبدو أو لتكون بطبيعة الحال الراشدين الرابعة والخامسة بحكم الساقطة ناريا، وهي وجهة قوات الجيش البرية بغية استعادة السيطرة عليها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، السيطرة اليوم على مدرسة الحكمة أطبقت على الإرهابيين المتواجدين داخل ضاحية الأسد، لا سيما بأن الضاحية في بداية الأمر تقع بين فكي كماشة، سواء من جهة الأكاديمية العسكرية ومشروع 1070 شقة ليستكمل هذا الأطباق عبر السيطرة على الحكمة، وبات كل الإرهابيين المتواجدين داخل
داخل هذه الضاحية تحت النيران، نيران الجيش العربي السوري الذي وجه عبر الوسائط النارية كثافة باتجاه مواقع الإرهابيين وسط تقدم بري لقوات الجيش العربي السوري التي تخوض أيضا أشرس المعارك بغية استعادة السيطرة على ضاحية الأسد. لا يوجد أي مفر للإرهابيين، حتى الممر الذي يؤدي إلى الريف الغربي هو مرصود ناريا بيد الجيش العربي السوري. بالتوازي مع هذه المعارك أيضا هنالك معارك أخرى تخوضها قوات الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في منيان الواقعة غرب المدينة. وبحسب المعلومات التي ترد تباعا إلى الإخبارية السورية فإن الجيش سيطر على أجزاء واسعة من هذه المنطقة التي يسعى إلى استعادة السيطرة عليها لتأمين كبرى الأحياء الواقعة في الجهة الغربية الشمالية من مدينة حلب وهي منطقة حلب الجديدة. من خلال هذا التقدم والسيطرة الجيش يسعى ليس فقط لإعادة الأمر إلى ما كان عليه باستعادة السيطرة على الضاحية ومنيان ومشروع 1070 شقة والحكمة، بل لتمكين هذه الخاصرة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية والغربية لمدينة حلب كونها كانت في وقت سابق خاصرة رخوة. قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بشن هجمات باتجاه مواقع الجيش العربي السوري سواء من منطلق الحكمة وأيضا الراشدين الرابعة والخامسة، لذا تأتي هذه العمليات العسكرية المستمرة إلى الآن بطبيعة الحال والتي أدت إلى كسر دفاعات الإرهابيين وأيضا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح. ماذا عن يعني عمليات الطيران السوري والروسي؟ سمعنا امبارح بأن البارجة الروسية كوزنتسوف جاءت إلى المنطقة ووعدت بأن تبدأ خلال ساعات بالعمل في أطراف حلب. هل بدأت بالفعل يعني ضرب مواقع الإرهابيين من خلال هذه البارجة أو عمليات مختلفة للطيران الروسي والسوري اليوم في المنطقة؟ إلى الآن يعني الدور البارز لمقاتلات الجو السورية التي استهدفت الخطوط الخلفية للإرهابيين أي الإمداد القادم من إدلب باتجاه الريف الغربي، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة. لكن على الرغم من إشعال الجيش كل هذه الجبهات والسيطرة والتقدم أيضا، إلا أن المعركة الكبرى التي يتم الحديث عنها والتي ستشارك فيها هذه البارجة حاملة الطائرات، على الرغم من كل هذه السيطرة وإشعال هذه الجبهات، إلا أن المعركة الكبرى التي يتم الحديث عنها لم تبدأ بعد. ودعني أشير هنا إلى أن الجيش العربي السوري إضافة إلى هذه الجبهات يشرف أيضا باتجاه عمق الأحياء الواقعة شرق المدينة عبر 6 جبهات، مساكن هنانو، حي الانذارات، بستان الباشا، الصاخور، إضافة أيضا إلى العامرية والشيخ سعيد التي تعتبر أيضا بوابة الجيش نحو الأحياء الواقعة شرق المدينة. ناهيك عن العملية العسكرية البرية الكبرى التي يتقدم فيها الجيش باتجاه مدينة الباب التي باتت على بعد 6 كيلومتر وأقل بواحد كيلومتر باتجاه تادف جلال. نعم أنس رمضان مراسل الإخبارية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وسنكون معك طبعا في نشرات لاحقة لبحث كل جديد إن شاء الله. شكرا لك دكتور. سمعنا اليوم يعني عمليات مهمة للجيش العربي السوري، البارحة كان مشروع 1070، اليوم أيضا مدرسة الحكمة، تقدم مهم، إنجازات نعم مهمة. كيف نقرأ اليوم هذه الإنجازات في ظل يعني تطورات أيضا يعني عالمية؟ اليوم ما يحصل اليوم في انتخابات أمريكية ربما له يعني انعكاسات على هل من ترابط؟ نعم. لا أعتقد أن هناك ترابط، يعني ما يجري في غرب حلب كان الهدف منه هو إشغال الجيش العربي السوري عن المعركة المفتوحة في شرق حلب، يعني كان هدف الإرهابيين وداعمي هؤلاء الإرهابيين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن إشغال الجيش السوري. استوعب الجيش السوري هذه الهجمة اللي كانت بالآلاف، والآن نجد أنهم هناك خسارات تلو الخسارات، أعدنا كل الأراضي التي خسرناها في بداية، إذن استوعبنا الهجمة والآن زمام المبادرة مع الجيش العربي السوري، وهناك مزيد من قدم الأراضي حتى في الخاصرة الجنوبية والغربية. يعني كأنه نحن عم نقول للأمريكي نعم. وحتى للتركي أنه لم ينجحوا فيما فعلوه سابقا في غرب حلب، ولم يستطيعوا تحقيق الهدف الذي سعوا إليه عندما تكلموا عن ملحمة حلب الكبرى بأنها فك الحصار عن الإرهابيين الموجودين في شرق حلب، بل النتيجة هي مزيد من
قتلى من هؤلاء ومزيد من قدم الأراضي لصالح الجيش، وبالتالي توسيع رقعة الأمان لأهلنا في حلب. وهذا التكتيك لطالما استخدمه الإرهابيون، يعني الضغط من مناطق مختلفة تمام. من أجل يعني تخفيف الضغط على مناطق أخرى. دعني أنتقل بما تبقى من وقت لدي دكتور محمد. اليوم الانتخابات الأمريكية، هل صحيح بأن الرئيس الأمريكي الجديد قادر على تغيير في السياسة الأمريكية؟ هلا اولا لا نتوقع ان هناك تغيرات جوهريه واستراتيجيه سوف نلحظها في الفتره القادمه في السياسه الخارجيه الامريكيه، لان السياسه الخارجيه الامريكيه لا يصنعها الرئيس، يؤثر فيها، هل هذا الكلام؟ يحرفها نعم. قليلا هنا وهناك، ولكنه لا يصنع هذه السياسه. يعني التحالفات الاستراتيجيه التي قامت بها الولايات المتحده سابقا ستبقى، ولكن سوف نجد تغيرا في التكتيك في إدارة هذه المعركة في المنطقة. طيب لكن سمعنا من دونالد ترامب الكثير من الانتقادات لسياسة الإدارة الحالية. استخدم هذه الانتقادات استخدمها في إطار حملته الانتخابية ضد هيلاري كلينتون وبالتالي ضد الديمقراطيين، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نتوقع تغيرات استراتيجية في هذه السياسة. نحن ما يهمنا في هذا الأمر أن الشعب الأمريكي انتخب شخص، إذن علينا أن نحترم خيار الشعب الأمريكي، ولكن هي رسالة من هنا من الأخبارية على الأمريكيين قيادة وشعبا أن يحترموا إرادة السوريين عندما انتخبوا الدكتور 2014، وعليهم أن لا يحاولوا تغيير هذه الإرادة بقوة السلاح كما تفعل إدارة كلينتون، إدارة أوباما. إدارة أوباما كانت أكثر دهاء في تنفيذ السياسة الأمريكية في المنطقة. يعني من قال أن السياسة الأمريكية في إدارة أوباما في فترتي أوباما قد تغيرت تغيرا جوهريا عن إدارة بوش؟ بالعكس، كانت إدارة بوش أكثر وضوحا وأكثر مباشرة، يعني كان مباشرا أكثر في عدائه للعرب وفي ولكن يعني أوباما في تعبيره عن السياسة أوباما الخارجية الذي يعني حاز على جائزة نوبل للسلام كان ربما يعني كان مراوغا أكثر طبعا. وهنا خطورة كانت إدارة استمرار هذه المراوغة من خلال نجاح هيلاري كلينتون. طيب يعني اليوم إذا أردنا أن يعني نعطف هذا الموضوع على الأزمة في سوريا، اليوم الانتخابات الأمريكية بما جاءت به من رئيس إلى البيت الأبيض، ماذا سينعكس هذا على الأوضاع في المنطقة وخاصة على الأزمة السورية؟ أولا خسارة هيلاري كلينتون لا تؤثر بشكل مباشر على الحرب الإرهابية الجارية في سوريا، ولكن تؤثر مباشرة على دول الخليج، لأن الداعم الأكبر كان لهيلاري كلينتون والذي مول هذه الحملة هي السعودية وقطر، وواضح ذلك لأنهم كانوا يعتقدون في إطار ما يتعلق بالحرب على سوريا أن هيلاري كلينتون سوف تنفذ ما عجز عنه أوباما، يعني ما طلب من إدارة أوباما وعجز عنه أوباما، تنفيذ ما طلبته السعودية وقطر وتركيا حتى فيما يتعلق بالأزمة السورية يمكن لهيلاري كلينتون أن تنفذه. لذلك أنا أعتقد أنهم يعني تم اللعب على هذه القيادات العفنة في الخليج، فتم استنزاف أموالهم حتى في تمويل حملة. يعني لا ترى أي انعكاسات اليوم من جراء وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض؟ الانعكاسات هي في أن هذه الإدارة يمكن أن تصل، والتصريح الذي صرحه يلي شفناه على الأخبارية هلأ أنه يمكن أن يصل إلى تفاهمات مع كل دول العالم. نعم نحن بحاجة لتفاهمات، خاصة لابد من تفاهمات مع الاتحاد الروسي والأمريكي. نعم هذه التفاهمات سوف تفتح الباب واسعا ليس تسوية الأزمات الموجودة في سوريا بل في كل العالم. أسألك أشرت اليوم الخليج من الرئيس الأمريكي الجديد أين هو اليوم؟ أنا أعتقد أنه هناك سينتظر دول الخليج مزيدا من التأزم ومزيدا من التباعد في المواقف بين دول الخليج والإدارة الأمريكية الجديدة. أستاذ محمد خير عكام، أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، شكرا لك. شكرا لك. بين السهول رجالنا غار ونور من حماة ديارنا، المجد كل المجد فوق جباههم، حملوا على أكتافهم أحلامنا. ها
هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا. ها قد أطل على الوجود فوارس نسجوا البطولة من مآثر عزنا. اعتصام النخوة العربية في تونس مستمر للعام الثالث على التوالي، والقائمون عليه مصرون على ضرورة إعادة العلاقات بين تونس ودمشق التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. هؤلاء الذين تربوا على فلسفة المقاومة والعروبة وعلى مر 3 سنوات لم تمنعهم التحديات السياسية والعوامل الطبيعية القاسية التي واجهوها مهما بلغ حجمها من الوقوف دعما ومناصرة للجمهورية العربية السورية في حربها ضد الإرهاب. نشطاء اعتصام النخوة العربية تحدوا ظروف الطقس والبرد والأمطار من أجل مواصلة نضالهم المطالب بفتح السفارة السورية وعودة السفير السوري إلى تونس. مطلبنا الأساسي هو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وكسر الحصار عليها، الحصار العربي الرسمي. ثم إن رسالتنا الثانية هي بعث رسالة دعم إلى رجالنا في الميدان، إلى الجيش العربي السوري، أننا معكم دائما وأبدا، أننا مع سوريا جيشا وشعبا وقيادة في تطهير حلب وتطهير كل سوريا. لائحة القوم العربي بصمودها ووقوفها 3 سنوات في نفس هذا المحل رفضا لإغلاق السفارة السورية، لأن العلاقات بين الشعوب العربية أو الشعب العربي في كل الأقطار العربية هي تتجاوز كل البروتوكولات الدبلوماسية أو كل النظم أو الأنظمة التي تفترضها العلاقات بين الدول. هتافات وشعارات وأهازيج تتغنى ببطولات الجيش العربي السوري الأسطورية في حلب وغيرها وكسره لشوكة الإرهاب وداعميه. واحكي يا تاريخ عليه اللي الوطن بروحه فاديه، اللي مبوسه قدامه ويديه، اللي سلاحه دي مصايب وزيد كتب الجيش المغوار والشعب اللي العز اختار، ورمز الشهامة بشار وزهرة سوريا حلب، وزيد اكتب وألف يا تاريخ اكتب وزيد اكتب. يقف هؤلاء النشطاء دون كلل أو ملل من أجل أن تعود تونس إلى المأمول منها في صف الدول الصامدة في وجه الإرهاب وصانعيه. محمد مبارك، الإخبارية السورية، تونس. والآن إلى باقة من الأخبار الدولية مع الزميلة ليمونة صالح. إليك ليمونة. شكرا لك جلال، أسعد مساء مشاهدينا. فككت أجهزة الأمن الإسبانية خلية إرهابية في جنوب البلاد تقوم بتجنيد شباب وأطفال للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. عادت إلى كينيا أول دفعة خدمت ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان بعد أن أمرت نيروبي بعودتهم ردا على إبعاد القائد الكيني لبعثة الأمم المتحدة جنوب السودان. انهارت الحكومة الأستونية بعد خسارة رئيس الوزراء تافي رويفاسا في اقتراع على الثقة في البرلمان. لقي 9 أشخاص حتفهم جراء انهيار أرضي في بلدة التامبو في جنوب غرب كولومبيا. أعلنت شركة جبرول الأمريكية أنها ستسحب نحو 2500 طائرة بدون طيار من طراز كارما طرحتها في الآونة الأخيرة لأنها تفقد الطاقة أثناء التشغيل. ضربت طن أرضية بقوة 4.2 مدينة فارياب في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، كما تعرضت المدينة لسبع هزات ارتدادية، 4 منها تزيد على 3 دون ذكر تفاصيل عن وقوع خسائر. هذا كان كل شيء مشاهدينا، أما الآن فعودة إليك جلال. شكرا لك ليمونة. أكد وزراء الخارجية اللبناني والقبرصي واليوناني ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها. وأعرب الوزراء الثلاثة في بيان مشترك بعد جلسة محادثات في بيروت أعربوا عن قلقهم من تفشي الإرهاب على الصعيد الإقليمي والعالمي، كما أكدوا ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات بشكل منتظم في مواجهة هذا التهديد. وأشار الوزراء إلى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق
الأوسط تزخر بالفرص التي يمكن اغتنامها من أجل خدمة مصالح شعوبها، معتبرين أن الحوار الإقليمي يمكن أن يخدم الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقة بين أوروبا والشرق الأوسط. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه جنوب مدينة نابلس بحجة قيامه بمحاولة طعن. وذكرت وكالة وفا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني بذريعة محاولته طعن أحد جنود الاحتلال بين حاجزي حوارة وزعترة، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة. من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل وبلدة دورة ومخيم الفوار وثلاثة شبان في بلدة قباطية جنوب جنين، واستولت على مركبة أحدهم، فيما أبعدت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابين عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة. سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل تصعيدها وحربها ضد الوجود الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وذلك بهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها وتهويد المنطقة. خليل إبراهيم والتفاصيل. جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة وبدعم من جنود الاحتلال تقوم بتدمير بناية سكنية قيد الإنشاء في شارع الشيخ عنبر بحي جبل الزيتون الطور المطل على القدس القديمة، علما أنها العملية الثالثة التي تهدم فيها جرافات البلدية بنايات سكنية كبيرة في أنحاء من مدينة القدس. جرافات البلدية هدمت أيضا بناء في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، سبق هدم بناء سكني قيد الإنشاء في حي واد الجوز قرب سور القدس، وكل ذلك بحجة عدم الترخيص. يذكر أن آليات الاحتلال كانت هدمت في بداية شهر تشرين الثاني الجاري مبنى سكنيا مكونا من 4 شقق في بلدة بيت حنينة شمالي المدينة بذات الحجة الواهية التي لم تعد تنطلع على أحد، فيما الهدف واضح أن سلطات الاحتلال تريد تدمير كافة الأبنية العائدة للسكان الأصليين بهدف تشريدهم وتهجيرهم لغاية تهويد المنطقة جغرافيا وديموغرافيا. جرائم الهدم طالت أيضا منذ بداية العام الحالي قرابة 176 مبنى ما بين منازل ومنشآت صناعية وتجارية. على الخط نفسه تواجه الضفة الغربية المحتلة الكثير من المخططات الاستيطانية والتهويدية، فقد قامت لجنة صهيونية تابعة لما تسمى الإدارة المدنية بالمصادقة على مخطط استيطاني جديد لإقامة منطقة صناعية شمالي غربي مدينة رام الله على مساحة 310 دونمات من أجل زيادة الوجود الصهيوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي تركيا، ديمقراطية مزعومة تكشفها عدسات من تبقى خارج السجن. شرطة نظام أردوغان تسحل وتعتقل أساتذة الجامعات في شوارع تركيا، والتضييق على الإعلاميين والصحفيين يدفع بمعلق رياضي ليفجر ما هو محرم على وسائل إعلام النظام. أسامة شحود والتفاصيل. لم ينفعهم الاستجداء بأعضاء البرلمان الذين لم يعد لهم لا حول ولا قوة. شرطة نظام أردوغان وبدون أي رادع أو خجل من وجود نائبين من حزب الشعب الجمهوري تسحل عددا من أساتذة الجامعة والأكاديميين في جامعة سلجوق بولاية قونيا لمجرد رغبتهم بإلقاء كلمة تعبر عن تضامنهم مع زميلة لهم تم اعتقالها مسبقا من قبل قوات الأمن التركية. مشهد ورغم فداحته لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام التركية التي تحول في معظمها إلى آلة تكيل المديحة لنظام أردوغان وتهاجم المعارضة ليل نهار. التضييق على الإعلاميين والصحفيين من قبل النظام التركي وصل لدرجة دفع بأحد معلقي البرامج الرياضية للخروج عن صمته والصراخ على شاشة تعتبر من أهم داعمي أردوغان ونظامه جولتيكين أوناي، عبر بألم شديد عن مأساة الصحفيين في ظل الهيمنة والاستبداد الذي يرزحون تحته، وقال أوناي:
أليس صحفيو البلد في السجن؟ نعم إنهم في السجن. ألم يصبحوا عاطلين عن العمل؟ نعم عاطلين عن العمل. ألا يتم اعتقالهم؟ نعم يعتقلون. ألا تمارس الضغوط عليهم؟ نعم تمارس. هذه الحقائق وغيرها عن استبداد وقمع نظام أردوغان للمثقفين والصحفيين وحتى أصحاب الحصانة من نواب مجلس الأمة لم تمنع أردوغان من إلقاء التهم على غيره والتشدق بديمقراطية مزعومة لطالما صم آذاننا بها منذ سنوات. ولكن الغريب هذه المرة أن الاتحاد الأوروبي رفع صوته بوجه أردوغان وبدأ بمطالبته في التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، محذرا إياه بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. دونالد ترامب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية. وعود أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية سيبقى تحقيقها سؤال برسم الأيام القادمة. هاشتاج هذه الليلة. هاشتاغ هذه الليلة نصل إلى ختام هذه النشرة الرئيسية. تذكير بأبرز ما جاء فيها. وحدات من الجيش تستعيد السيطرة على مدرسة الحكمة غرب المشروع 1070 السكني وتتقدم في بلدة منيان بحلب. روسيا تأمل التعاون وطهران تطالب الالتزام بالاتفاقات الدولية. دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. وتابعنا في هذه الرئيسية إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة جنوب مدينة نابلس بحجة قيامه بمحاولة طعن. في الختام نشكر لكم هذه المتابعة، دمتم بأمان الله.